لا جانب واحدا من حياة الأطفال الأوكرانيين الذين يعيشون تحت وطأة الصراع ينجو من تداعيات الأزمة. فما أن بدأت العملية العسكرية في بلادهم حتى سطرت فصول المعاناة لجيل كامل منهم، إذ قتل وجرح وأجبر كثير منهم على ترك منازلهم وفقدان تعليمهم الأساسي والحرمان من بيئة آمنة ومأمونة. بعد مرور قرابة 16 شهراً من بداية العملية العسكرية الروسية، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل نحو 500 طفل وإصابة نحو 1000 آخرين. الأزمة في أوكرانيا لا تزال تؤثر بشكل مدمر على حياة الأطفال ورفاهيتهم، إذ تقدر يونيسيف أن 1.5 مليون طفل معرضون للخطر من الاكتئاب والقلق وحالات الصحة العقلية الأخرى، مع آثار طويلة المدى على صحتهم الجسدية والذهنية. وخلال الأشهر الماضية أفادت تقارير بأن آلاف المدارس في أوكرانيا تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بسبب القصف، مما ترك ما يقرب من 2,700,000 طفل أوكراني يتعلمون عبر الإنترنت. أما في البلدان المضيفة للاجئين، فإن طفلين من بين كل 3 أطفال أوكرانيين غير مسجلين في أنظمة التعليم بالبلد المضيف. معاناة الأطفال في أوكرانيا تكشف عن مصير مظلم تواجهه البلاد حتى في حال سكت ضجيج المعارك، ذلك أن أجيالاً مقبلة ستواجه حسب تلك الإحصاءات مستقبلاً مؤلماً جراء الحرب.